قلنا أن المنافسة هي طريق الحسد إذا لم تضبط، إذا لم تضبط بتقوى الله عز وجل فإن صاحبها سيصير حاسدا للمنافس. وأصل المنافسة أنها جائزة إذا كانت في الخيرات، بل مستحبة إذا كانت في الخيرات. والمنافسة مشتقة من النفاسة، والمراد بذلك إرادة الوصول إلى الشيء النفيس والشيء الثمين. ومما يدل على أنها إذا كانت في الخير هي جائزة ما ثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني أبا بكر وعمر، فقد جاء في ذلك أن عمر رضي الله عنه قال كما في الحديث المعروف: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق. فماذا صنع عمر رضي الله عنه؟ قال: فوافق ذلك ما عندي، فقلت اليوم سأسبق أبا بكر. هذا هو التنافس، قال هذا الكلام في نفسه. بمجرد ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعبادة تبادر إلى ذهنه منافسه، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا عادي، وهذا شأن كثير من التلاميذ. بمجرد ما يقرب وقت الامتحان البعض منا يتبادر إلى ذهنه أنه لا بد عليه من أن يتفوق على زميله فلان. يقول هنا عمر رضي الله عنه: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي. فجعله لوجه الله عز وجل، نظر إلى ماله وقسمه إلى قسمين، وهذا أمر عظيم جدا. فتصدق بنصفه ظانا منه أنه بهذا الفعل سيسبق أبا بكر رضي الله تعالى عنه. يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال عمر: أبقيت لهم مثله، أي مالي كله قسمته لنصفين. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال: ما أبقيت لأهلك؟ فقال له أبو بكر: أبقيت لهم الله ورسوله. فصدق بكل ماله. نعم، وهنا قال عمر: لا أسابقك إلى شيء أبدا. وجاء في بعض الحوادث أيضا أنه قال له: أعييت الخلفاء من بعدك. ولهذا قالوا في حق أبي بكر رضي الله تعالى عنه: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. تمشي بتوئدة وتمشي بالأنات، ولكن دائما تكون في المرتبة الأولى. أما التنافس على أمور الدنيا فإنه إذا كان على حساب الدين صار حراما، التنافس في الخير مر. أما إذا كان التنافس على أمر دنيوي، أمر دنيوي محض، مثال ذلك المال، التنافس في تحصيل المال، التنافس في التجارة مع جارك الذي له نفس المحل ونفس الحانوت، لا شك أنه راح يكون هنالك تنافس. هذا التنافس جائز، ولكن إذا كان على حساب الدين صار حراما. كيف يكون على حساب الدين؟ بأن يغش صاحبه، أو أن يكذب عليه، أو أن يؤذيه بالكلام، أو أن يحمله على أن يوقع صاحبه في الغبن، ونحو ذلك من الأضرار. فإذا كان هذا هو الشيء صار حراما. وهذا النوع الذي أذكره وهو التنافس المذموم على أمور الدنيا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وبشر به أنه سيكون في هذه الأمة. فقد جاء في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ ويستفاد من هذا الجزء استحباب سؤال المعلم والشيخ لتلامذته مثل هذا النوع من الأسئلة. يستحب للأستاذ وللشيخ أن يسأل طلابه مثل هذا، يقول لهم: إن حصل لكم كذا وكذا فكيف سيكون موقفكم؟ وينظر. فهذا نوع من أنواع الامتحان يمتحن فيه بعد النظر للتلاميذ. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يمتحن بعد النظر للصحابة، فقال لهم: إذا فتحت فارس والروم لكم كيف أنتم؟ فأجابوا، قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله، نقيم حكم الله. إذا فتحت الروم وفارس نفعل ونحكم حكم الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ أي أنه سيكون غير ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتباغضون، ثم تتقاطعون. وهذا الذي وقع فيه المسلمون عندما فتح الله عليهم وانتشر الإسلام مشرقا ومغربا، هذا الذي حدث. تقسموا بعدما كانت الدولة الإسلامية كلها واحدة، وهي الآن مقسمة إلى دويلات. وهذا التقسم
متى ظهر؟ ظهر بعد التنافس وكذلك التحاسد وكذلك التباغض. وهذا حديث رواه مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أشار إلى هذا فقال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها، يعني الذين من قبلكم، فتهلككم كما أهلكتهم. فرسول الله ما خاف علينا من الفقر، إنما خاف من الغنى. ونحن كما ترون نحن في رفاهية عظيمة جدا لم تكن للصحابة، نحن في رفاهية لم تكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته كان فيه حصير، وكان إذا استلقى عليه ظهر ذلك على جنبه، ليس كما هو شأننا اليوم من فرش من حرير وريش ونحو ذلك. فالفقر لم يخشه علينا، إنما خاف علينا من الغنى صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يخص الفرق بين الحسد وبين المنافسة.